تحية خاصة لكم مشاهدينا الأفاضل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي غاجا نيوز. أربع مواجهات تفصلون عن صعود لمنصة التتويج، والشرط الأساسي هو تحقيق نتائج إيجابية في كل المقابلات المتبقية. المحطة المقبلة أمام شباب الريف الحسيمي، أين وصل استعدادات لهذا اللقاء؟ وأين وصل حماس اللاعبين لتحقيق لقب بطولة احترافية لهذا الموسم؟ أسئلة وأخرى نحاول الإجابة عنها من خلال عدد اليوم من غاجا نيوز. سأل المدرب محمد فاخر الحصص التدريبية الخاصة بهذا الأسبوع باجتماعات رفقة الجهاز الفني واللاعبين لحث الجميع على المسؤولية، خصوصا ونحن على بعد دورات من نهاية المنافسة والتي تحتدم بين النسور والعساكر بفارق نقطتين بعد تعادل المطارد المباشر الجيش الملكي أمام فرسان سوس في اللقاء المؤجل بهدف لمثله. وينتظر الفريقين لقاءات صعبة بحر هذا الأسبوع، حيث سيواجه الرجاء فريق شباب الريف الحسيمي يوم الأحد على الساعة 3:30 زوالا بمركب محمد الخامس، في حين يستضيف الجيش الفريق القابع في مؤخرة ترتيب النادي المكناسي في نفس توقيت مباراة النصور بعد قرار لجنة البرمجة في لعب مباريات متبقية في توقيت موحد بالنسبة للناديين معا. وتعول كل فعاليات القلعة الخضراء على لقاء الأحد لحصد 3 نقاط لمحاولة الابتعاث أكثر وضمان لقب بنسبة كبيرة. الاستعدادات جارية داخل البيت الرجوي للظهور بصورة إيجابية خلال مواجهة أبناء الحسيمة. أكيد أن الفوز بالنسخة الثانية من البطولة الاحترافية حق مشروع ومطلب جميع مكونات الرجاء. إحنا تعثر المطارد المباشر يعني أعطانا واحد الأريحية أكثر. المجموعة كلها متفائلة وعازمة كل العزم على تحقيق 10 نقاط على 12 من أصل 12 اللي غادي يمكننا نفوز باللقب إن شاء الله. تنوجدوا مقابلة بمقابلة. بالنسبة لمقابلة يوم الأحد، أكيد أنه رفع رغم الغيابات وغيابات كل من اللاعبين السي محمد والحاج مسيو كوكو، يعني كاين قطع غيار في نفس المستوى. حنا تنخدموا على التوليفة وعلى التشكيلة اللي تقدر تبدأ هذه المقابلة، كذلك على ايفونتويلمون لي شونجمون اللي يقدروا يداروا، وحنا بصدد دراسة الخصم كذلك اللي غادي يلعب بدون مركب ناقص اللي عودنا باش يقدم مقابلات واللي ضمن مقعده في قسم الصفوة. هذا هو اللي كاين. مي تنطمئن للجمهور بان ان شاء الله غادي نقوموا بواحد المقابله قويه، والهدف هو انتزاع 3 نقاط وتاكيد الزعامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعرف الجميع ان البطوله ديال السنه عطاتنا علينا خلات علينا واحد الضغط كبير، خصوصا مع مقاوعة 4 مباريات، وسنعرفوا الحدة اللي كاينة بين الفريق ديالنا وفريق الجيش الملكي. نقطتين دابا كفريق، يعني المقابلات اللي جايه ما تكون سهله، خصوصا المقابله الجايه اللي غتكون يكون علينا واحد الضغط كبير وخاصنا نعرفوا كيفاش نجيروها. مقابلة تتبان سهلة، ولكن الرفل هي بالنسبة لنا مباراة مهمة كثيرة بالنسبة لنا، تزيد أننا نحاول نوسعوا الفارق وفي انتظار نتيجة الفارق الخصم. واستعدادات راه استعدادات عادية، واللاعبين واعين بالمسؤولية المنوطة بهم، ونتمنى إن شاء الله نكونوا في المستوى المرجو منا ونفوزوا في هذه المقابلات المتبقية. وكل الإشارات يعني تقريبا 80% أنا نقدر نقول أن التيتر ديالنا، وتيبقى وعد كاين شي جزئيات اللي تتخاف منهم خصوصا في هذه المقابلات الأخيرة. يعني المهم خاصنا كما نقول نركزوا في المقابلات ديالنا، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا والأهم بالنسبة للاعبين، وإن شاء الله نفوزوا بها إن شاء الله. فبالنسبة للأربع مباريات اللي بقاو، فالحمد لله اللاعبين عازمين باش يحقوا اللقب، لأن ما بقات خطوة وخطوتين على اللقب. فإن شاء الله غنحاولوا ما يمكن نركزوا في هذه المباريات باش ما غنتسناوش تعثر ديال فريق الجيش ولا سميتو، فغنوضوا كيف نقولوا نخدموا على ريوسنا إن شاء الله ونجيبوا 12 نقطة ديالنا إن شاء الله.
وينتظر النصور خلال لقاء الحسيمة دعم جماهيري كبير لزرع شحنة حماسية في نفوس اللاعبين لتقديم أداء محترم. وبهذا الخصوص فقد قرر المكتب المسير للفريق تخفيض ثمن تذاكر من 30 إلى 20 درهم بالنسبة للمدرجات المكشوفة، بينما 50 درهم بالنسبة للمدرجات الجانبية. وجاءت هذه المبادرة لتشجيع الجماهير للحضور بكثافة في هذا الوقت الحساس من البطولة الاحترافية. وصلنا مشاهدينا لفقرة سؤال الأسبوع، والتي نستضيف من خلالها الهداف محسن ياجور. والسؤال هو أن بعض المناصرين يقولون على أن ياجور يكون أناني في بعض الكرات، ويفضل التسديد على أن يمد زملائه بتمريرات حاسمة، وعلى أنه يضيع أهداف شبه محققة. بالنسبة لهذه النقطة، أن ياجور تيقول أناني في بعض المباراة، في بعض كرات الكرة اللي كيضيع، فكتكون كيكون العقاب كثير. فكان عذر الجمهور لأنه كيبغي الفريق ديالو، كيبغي محسن ياجور يسجل ليه. فكان كنقول أن يعني اللاعب اللي ما كيضيعش ما غاديش يسجل. يتسناو شي هدف في هذه الأربع مقابلات المتبقية إن شاء الله. إلا تم المشاركة ديالي فأنا عازم باش نرضي الجماهير، وإن شاء الله نسالي السنة بواحد إن شاء الله بالرضا ديال الجماهير والمكتب كذلك. وش هدف محسن مشاهد. وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، حاولنا نقربكم أكثر من القلعة الخضراء قبل نهاية المنافسة على لقب البطولة الاحترافية في نسختها الثانية. نتمناها رجوية بإذن الله. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، في أمان الله.